طيب خلينا نكمل كده يا باشمهندسين. عايزين دلوقتي نعرف ازاي بنحسب سمك البلاطه الفلات سلاب، تمام، وفقا للكود المصري، لان هنحتاج سمك البلاطه في مرحله الديزاين. مبدئيا يا هندسه، الكود ادانا جدول، الجدول ده نقدر منه نحسب سمك البلاطه. طبعا هو جدول زي ده بالظبط، ولكن ده بالالوان، يعني المهندس ياسر لسه عامله فاوضح، فانا خدته منه يعني. خلاص طيب، قال لك ايه يا باشمهندس؟ قال لك سمك البلاطه، تمام، بيختلف حسب اذا كانت البلاطه اكستيريور بانل ولا انتيريور بانل، تمام، وفي نفس الوقت حسب اذا كانت البلاطه وزود دروب بانل ولا فيها دروب بانل. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني مثلا ادي عندي بلاطه هي بالشكل ده، تمام، دي كده انتيريور بانل، دي كده اكستيريور بانل، تمام يا باشمهندس. طيب قال لك والله لو هي انتيريور بانل وفي نفس الوقت ما عندناش دروب بانل، هنقسم ال 1 على 32. طب ايه ال 1 ده يا باشمهندس؟ ده الطول الكبير بتاع البلاطه، تمام، طول الباكيه الكبير من السنتر لاين، تمام يا هندسه، لان الطول الكبير هو اللي بيكون فيه مومنت اكبر في الفلات سلاب، تمام. طب لو هي انتيريور بانل هنقسم ال 1 على 36. طيب لو كانت ويز دروب بانل، تمام، القيم بتاع المقام هتزيد، تمام، قال لك هتكون الاكستيريور بانل هنقسم ال 1 على 36، و الانترنال بانل او الانتيريور بانل هنقسم ال 1 على 4 40، عفوا، تمام. طبعا احنا في الفلات سلاب بنستخدم يا باشمهندس سمك واحد لجميع البلاطات، صح كده؟ فاحنا يعني احنا هنحسب الاكسترنال بانل والانترنال بانل وناخد القيمه الاكبر ما بينهم.